انت خريطة وكتاب تاريخ وملحة معاك في كل الصفحة. عايز اعرف ده اسامة كمال. ها اسامة كمال ده كان في حوار مع اسامة. ملحة لان انا اعتقد جسمي محتاج الملح، فلذلك انا محتاجة ملح دايما او عشان بيبقى عندي الضغط واطي. كتاب تاريخ فندم. ليه كتاب تاريخ؟ التاريخ، انا التاريخ والجغرافيا يمكن وانا صغير ما كنتش بحبهم، لكن جه واحد كان قريبنا جيت داني درس في الجغرافيا والتاريخ، واكتشفت ان البني ادم اذا كان جهل عنده جهل بشيء بيكرهه. فلما علمني حبيت التاريخ عشان اول كنت جهله دايما. الخريطه مهمه ليه بقى؟ انا ممكن حتى اسرد انا ما اجي اشرح لها حاجه هي المفروض مثلا مش عارفه مثلا بلجيكا فين، مش عارفه يعني هكلمها على انجلترا ما مش عارفه، لكن لو جبت لها السفر عشان تعرفي تتكلمي ولا ايه واحنا هنا ودي ايه دي حفلتي بقى بالمناسبه.